السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. واش مبروكه تدخل عليكم الصحه والسعاده، وباش ما تمنيتو بزياده في الرزق يا ربي. اليوم كيف ما كتشوفوا كنصور لكم الطريق اللي جات حدا لابارتمون اللي ما جينا نشوفوا اليوم، حيت لابارتمون اللي ما جينا نشوفوا اليوم راها جات في القاعده الدرادب، ياك جات قريبه للمرقله، وهذه هي الطريق اللي كتدي المرقله. كيف ما كتشوفوا عندكم اسباس فيغ فين يلعبوا الوليدات، جات قريبه للبحر، ها هو البحر ديال المرقله، يعني تهبطوا ليه غير على رجليكم. جات قريبه للبلايا، قريبه لايبيريا، قريبه لعين الحياني الكارفور. واذا كملتوا هذه الطريقه ديال المرقله راها غادي تخرجوا في كتخرج للمرسى ديال طنجة، والمرسى كيف ما كتعرفوا راه كتبقى قريبه لسوق برا والفندق الشجره. يعني هاد لابارتمون عندها جوج البلايص قرابين ليها، قراب ليها المرسى سوق برا وفندق الشجره ومرقاله، ومن جهه اخرى قاعده درادب، قريب ليها عاود الحين حياني كارفور ايبيريا. هاد لابارتمون فيها 76 متر، جات في الايطاج الرابع. الدروج الخاصين بالعماره ديالنا هي هادي، وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات في الايطاج الرابع، والعماره كامله فيها 4 ايطاج، وكل ايطاج فيه 4 ديال لي زابارتمون. هاد العماره كيف ما كتشوفوا راه ما فيهاش لاسانسور، كيف ما قلت لكم راه جات في القاعده الدرادب، فيها 73 متر، والعماره كامله مراقبه بلي كاميرا سيرفيونس، وفيها الباركينغ خاص بها. والعماره الناس العماره ما كيخلصوش السانديك، علاش؟ حيت كاين واحد المحل، هذاك المحل هو اللي كيخلصوا به السانديك والفخي ديال الفام دو ميناج. يعني هاد لابارتمون ما فيهاش الفخي ديال السانديك. كيف ما كتشوفوا لي كاميرا سيرفيونس راه كاين وسط العماره، ومعطله على السطح وفي السطح، يعني سيكوريزي، وفيها الباركينغ خاص بها. وكيف ما كتشوفوا الباب ديال لابارتمون ديالنا هو هذا. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون جات فيها 73 متر، جات في الدرادب، جات في الايطاج الرابع، والعماره ما فيهاش لاسانسور. مع الدخله كنلقاو الكولوار اللي كيدي للصاله والبيوتة، وهنايا على الشمال كنلقاو الكوزينه الخاصه بلابارتمون. السقف ديال الكوزينه هو هذا كيفاش عامل، والوسوعيه ديال الكوزينه ديالنا هي هذه. كما كتلاحظوا كاينين بلاكارات تحت لورنيه وبلاكارات فوق لورنيه، يعني عندكم فين تعملوا قشيعات ديالكم. وعاد فيها بالكون خاص بها. كما كتلاحظوا الكوزينه راها ضاويه تبارك الله. وهنايا عاد عندكم لون بلاسمون ديال الثلاجه، عاد مع تقدروا ديروا الطويله ديال جوج الكراسه. وعاد هنا كنلقاو البالكون الخاص بالكوزينه اللي الوسعيه ديالو هي هذه. كما كتلاحظوا كنلقاو فيه روبيني، كنلقاو فيه لون بلاسمون ديال الماكينه ديال التصبين، وجا كامل داير بالالومنيوم والزاج. وهنا كنلقاو الطاقه ديال بيت النعاس، والبالكون ديالنا كيطلع على وسط العماره. اللي كيف ما قلت لكم جات في الدرادب، قريبه للمرقله، قريبه لايبيريا، قريبه لعين الحياني، كتبقى قريبه للمرسى وقريبه لسوق برا. يعني هاد لابارتمون جات في السنتر، والثمن ديالها راه مناسب ومغري جدا. ودابا نمشيو باش نشوفو الصاله وسط الدار والبيوت ديال النعاس الخاصين بهاد لابارتمون. كما كتشوفوا السقف ديال الكولوار راه خاصو يتعاود يتصلح غير القبص ديالو، حيت كان مشكل في السطح ديال العماره، مي راه صلحوه، راه داروا الصباغه ديال القطره وزفتوا السطح، يعني راه صلحوا السطح. يعني اللي خصو يشري لابارتمون خصو يصلح غير ديك القبص الفوقاني ديال السقف. هنايا كنلقاو وسط الدار هو هذا، تقدروا ديروا فيه صاله مونجي صغيره. وهنا كاين الامبلاسمون ديال التلفازه. مع الامبلاسمون ديال الانترفون. هذا هو السقف اللي كما قلت لكم خصو غير يتصلح، حيت السطح راه صلحوه. يعني ما بقاش شي مشكل في لابارتمون.
وهنا كنلقاو الكولوار اللي كاين المعجوج ديال البيوت ديال النعاس والحمام، وهنا كنلقاو الصاله الخاصه بهذا لابارتمون كما كتشوفوا مقبصه من في القوس، وفيها المرمو جوج الخامات، والسقف ديال الصاله ديالنا هو هذا كيفاش عامل، وهذه هي الوسعيه ديال الصاله ديالنا كيف ما كتشوفوا. يقدر يجيكم فيها خمسه السدادر بالكوانات ديالهم، يعني الصاله كبيره تبارك الله. وهنا كنلقاو الطاقه ديال الالومنيوم والزاج بالشبيك اللي كتطلل على هذا المنظر الرائع ديال مرقله. كيف ما قلت لكم الموقع ديال هاد لابارتمون غزال بزاف، هنا كنلقاو الباركينغ اللي قلت لكم خاص بالعماره، والموقع ديالها جا في الدرادب يعني قريب العين الحياني، قريب للكارفور، قريبة بزاف المرقله. تقدروا تمشيو تستعملوا غير ميرين دات ما تما وليداتكم والعائله ديالكم، تمشيو غير لبحر المرقله غير على رجليكم، يعني كتبقى قريبه لجميع المرافق العموميه، حداكم ايبيريا، عندكم عين الحياني. الموقع ديال هاد لابارتمون غزال بزاف. ودابا نمشيو باش نشوفو البيوت تاع النعاس والحمام الخاصين بهاد لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم فيها 73 متر وجات في الايطاج الرابع. هنا كنلقاو الكولوار اللي كيجمع جوج ديال البيوت تاع النعاس وحمام وطواليت. بيت النعاس الاولاني هو هذا، نوريكم الوسعيه ديالو، هي هادي كما كتلاحظوا السقف ديالو هو هذا كيفاش عامل، يعني يقدر يجيكم بيت النعاس او البيت ديال العواول. كما كتلاحظوا بيت راه ضاوي تبارك الله، فيه طاقة كبيرة ديال الألومنيوم والزاج اللي كتطلل على وسط البالكون ديال الكوزينة. دابا نمشيو باش نشوفو الحمام طواليت وبيت نعاس الثاني الخاصين بهاد لابارتمون. هذا هو الحمام طواليت، هنا كنلقاو البيدي والطواليت، كنلقاو بان الحمام مزلج حتى للنص، والسقف ديالو هو هذا كيفاش عامل. وعد هنا كنلقاو البانيو الخاص بالدوشه، ليكم حرية الاختيار تقدروا تخليوه وتزيدوه غير الومنيوم كوليس، اولا تقدروا تحيدوه كاع باش كتكسبوا لاسباس في الحمام، وكديروا غير هذاك المربع اللي كيكون كيجيب حتى هو مبرشاش ديالو بالالومنيوم كوليس باش كتزيدوا تعطيو المساحه للحمام. ودابا نمشيو باش نشوفو البيت النعاس الثاني الخاص بهاد لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم جات في الدرادب، فيها 73 متر جات في الايطاج الرابع. السقف ديال البيت ديالنا هو هذا، والوسعيه ديال البيت ديالنا هي هذه كيف ما كتلاحظوا، حتى هو يقدر يجيكم بيت كلاس اولا بيت العواول ولا تعملوه بيت ديال لي بارون. فيه ماريو خاص به ديال جوج البيبان بالمجوره ديالو بالسده ديالو، حتى هذا البيت كيف ما كتلاحظوا راه جا ضاوي تبارك الله، حيت فيه طاقه ديال الالومنيوم وريدو غير ان ما فتحها شي، وفيه الباب ديال البالكون الخاص بهذا البيت.
يعني كنت كان الريدو مفتوح كان غادي يكون البيت ضاوي اكثر من هيدا. الوسوعيه ديال البالكون ديالنا هي هذه الخاص بهذا البيت كما كتلاحظوا، راه حتى هو كامل داير بالزاج والشبابك ديال الحديد. وكيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جات في الدرادب، فيها 73 متر، جات في الايطاج الرابع، مولاتها كطلب فيها 50 مليون. اذا عجبتكم وبغيتوا تجيو تشوفوها مرحبا، ما عليكم الا تتصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو واللي مكتبه ليه فرزق هو اللي غيديها. اذا عجبكم هادشي اللي كنعملو وبغيتو نجيو نشوفو الديور ديالكم تحطوهم للبيع او للكرا، مرحبا، ما عليكم الا تتصلوا بنا في الارقام اسفل الفيديو وان شاء الله ما يكون غير خير. كنتمنى تعاونونا بجيم وتابوناو معنا وتبارطاجيو الفيديو مع اكبر عدد من الناس وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالنا. والله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان رزق ويسهل لكم في اللي كتمنوا يا ربي. وقولوا امين، نهاركم مبروك وعواشر مبروكه.